اهلا بكم في ابو الحموده للسيارات، معكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم احنا شايفين انا ورايا عندي اخر سياره من كاميرو الفي 6 الفول اوبشن 2020 الفيس ليفت، طبعا اللون اسمه ساتن ستيل. خلينا نشوفها من الداخل. سبوتس على المرايات من الداخل كمان زي ما احنا شايفين، هي بتكون ليدر سيتس احمر، وفي عندنا الامبيانت لايت اللي بتغير مع المود تبع السواقه. طبعا السايق بيقدر يغير الاضاءه حسب اللي هو محتاج يعني عايزه. في ذاكره كرسي سائق وضعين، في عندنا علامه الكاميرا الاضاءه. طبعا الكراسي زي ما احنا شايفين تو تون كولر، اسود مع الاحمر. في ليذر ستيتشنج على السيتس تو تون كولر زي ما احنا قلنا، فيها التبريد والتسخين حسب الحاجة. نو ساوند سيستم، الشفت للجير، الكتريك هاند بريك مع المود سيليكشن، والبلت ان نافيجيشن مع الابل بلاي والاندرويد اوتو والجوجل مابس طبعا نقول عليها. الهيدز اب ديسبلاي بيظهر عندنا على امام السايق طبعا. الستيرنج تبع الكاميرو دي شيب. الاضواء الخلفيه او الليتات هي 3D وكلها LED طبعا، مع شعار الار اس على الدعمية والبنطر الخلفي، والبوتاي الاسود للشيفروليه. الإشارات على المرايات LED، دخول الذكي على الأبواب، وعندنا التشغيل عن بعد، سبويلر أو الجناح الخلفي موجود عندنا على الـ RS، رنجتها 20 مع البريمو بريكس، نوع التيار زي ما احنا شايفين جودير، خلينا نشوف لو هنقدر نعرف السايز، 245 على 40 على 20، طبعا التيارز الأماميين والخلفيين نفس القياس. علامة الكاميرو على جانب السيارة، علامة الار اس على الجريل الامامي، الاضاءة الزينون مع السيجنتشر على الشبك الامامي، البوتاي الاسود، والسان روف موجودة عندنا طبعا على الار اس. زي ما احنا شايفين الاضاءة بتغير لون السيارة حسب زاوية الرؤية اللي عليها، وهي بتكون لون الاكزوست من الخلف طبعا. زي ما احنا شايفين ما شاء الله اللون رائع، لون جديد نزل عليها بس في 2020 اسمه ساتن ستيل. السيارة اللي قدامنا مرة تانية هي الـ V6 3LT الفول اوبشن 3.6 طبعا، 8 غيار، 335 هورس باور. زي ما احنا شايفين ده شكل الرنجات، ديزاين جديد بلون جديد. نشوف اللون مرة تانية، ما شاء الله لون جميل، هو ما بين الرمادي وما بين الفضي، اسمه ساتن ستيل او معدني.